وإلى تركيا، حيث قال رئيس حزب الشعب الجمهورية المعارض كمال كليتشدار أوغلو أن تركيا دولة بلا خطة إنمائية، مضيفا أن بلاده بحاجة لبرنامج تطوير جديد. وقال خلال اجتماع مع ممثلي المنظمات غير الحكومية في مرسين أمس أن تركيا تفتقر لمسار العمل والتخطيط للمستقبل، مشيرا إلى حاجة البلاد لإنتاج ذي قيمة مضافة. وتابع أوغلو قائلا أن بلاده تراجعت حتى في الزراعة، مشددا على أن السلطات السياسية التركية كانت في السابق تتهم أو تهتم بأفكار الشباب، وكانت الجدارة هي المهيمنة على عكس ما تشهده البلاد حاليا، مضيفا أن هذا الفهم تمزق وهذه واحدة من مشاكل بلاده الأساسية ولا يوجد سوى الولاء للرؤساء. ولمزيد من المتابعة حول هذا الخبر ينضم إلينا هاتفيا السيد محمد عبيد الله، المحلل السياسي التركي. مرحب بك سيد محمد، وإلى أي مدى باتت تركيا تعاني من تراجع اقتصادي في الفترة الأخيرة؟ نعم أستاذي، للأسف الشديد تركيا باتت تعاني منذ فترة، يمكن أن نقول منذ 3 سنوات على وجه الخصوص. نعم. من أزمة اقتصادية في شتى المجالات. طبعا يعني لقد شهد الجميع بما فيه المشاهد العربي أن أردوغان يحاول التغلب على هذه الأزمة الاقتصادية من خلال منافذ ما يسمى بتنظيم البيع لبيع فواكه وخضروات رخيصة، حتى يعني باتت الجامعات التركية تفتخر بأنها فتحت محلا لبيع خضار وفواكه رخيصة في كلية الطب. يعني بهذا الأسلوب طبعا لا يمكن التغلب على هذه الأزمة الاقتصادية بهذا الحجم. نعم نعم، رئيس حزب الشعب الجمهورية التركية المعارض يقول أن تركيا دولة بلا خطة إنمائية. برأيك هل يعني تؤثر السياسات المتردية السياسات السياسية أو الأوضاع السياسية المتردية حاليا في تركيا على الأوضاع الاقتصادية التي تأزمت مؤخرا؟ أستاذي طبعا أظن أن الأزمة الحقيقية التي يعني منها تركيا هي أزمة قانونية أو أزمة سيادة القانون، بمعنى أن أردوغان أصبح الرجل الأوحد الذي يقرر كل شيء دون الالتفات إلى معايير موضوعية في أي موضوع سواء كان اقتصاد أو سياسة. بعدما ضاع سيادة القانون في تركيا خرج المستثمر الأجنبي من تركيا لضياع أمن الاستثمار، وفضلا عن خروج المستثمر الأجنبي فإن المستثمر المحلي كذلك بدأ يهرب بأمواله وامتلاكاته من تركيا، وقد رأينا أن شركات كبيرة عملاقة في شتى المجالات تعلن إفلاساتها. نعم. طبعا هذه الأزمة السياسية تؤثر على الأزمة الاقتصادية، ولا يمكن أن تنحل هذه الأزمة الاقتصادية بدون حل الأزمة السياسية التي يقف وراءها أردوغان. على الرغم من ذلك أردوغان لا يزال يصر أنه نجح في الشق الاقتصادي وأن أي شخص غيره يعني الفشل في تركيا وفي أوضاع تركيا الاقتصادية. ما تعقيبك على هذه التصريحات وهذا الرأي؟ يعني بما أن أردوغان يسيطر على 95% من وسائل الإعلام التركية، فإنه يحاول التغطية على فشله في كل المجالات، ولكن يبدو أن الشعب التركي للأسف الشديد سيستيقظ بعد نهاية الانتخابات البلدية المقبلة على يوم أسود، وسوف يرى أن الرجل قاد البلاد قاد تركيا إلى انهيار في كل المجالات. لقد قرأت، اسمح لي أن أنقل هذا القول المثير جدا، يقول أحد المغردين إن الشعوب
إن شعوب الجاهلة لا تنهض ولا تستيقظ وإنما تجوع. يعني عندما سيجوع الشعب التركي سيستفيق من رقدته من غفلته، ولكن أرجو أسأل الله ألا يكون ذلك وقتا متأخرا بالنسبة للشعب التركي. نعم سيد محمد، أنت تحدثت عن الانتخابات البلدية القادمة، هل بالفعل باتت أجهزة الدولة التركية من يعملون بها فقط هم من يميلون بالولاء فقط لأردوغان؟ بعد يعني هذا الحجم الكبير من الاعتقالات والفصل التعسفي للموظفين موظفي الدولة التركية. نعم هل بات الموظفين الحاليين في الدولة التركية جميعهم يميلون فقط إلى أردوغان؟ طبعا في تركيا هناك أكثر من قوى عاملة متنفذة في الساحة. هناك يعني قوة يسارية متطرفة نسميه نحن في تركيا مجموعة أرجانيكون التي يتحدث باسمها زعيم حزب الوطن اليساري المتطرف. فمجموعة أرجانيكون يعني هي ما زالت مؤثرة في تركيا، هي قوة. وكذلك هناك يعني تيار إسلامي متأثر بإيران، وكذلك هذه قوة ما زالت مسيطرة في تركيا. نعم لكن نلاحظ أن يعني من الجميع على الساحة حاليا حتى جميع المسؤولين الذين يدلون بكل التصريحات الخاصة بالدولة التركية جميعهم مؤيدون للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان برغم هذه الأوضاع الاقتصادية المتردية والأوضاع السياسية. أنا أظن أن هناك تحالفات وليست المسألة مسألة ولاء أو عدمه. نعم على الرغم مما حدث مؤخرا بعد الانقلاب الفاشل في 2016 وهذا الكم الكبير من الفصل التعسفي والقاء القبض على المواطنين حتى مدنيين وعسكريين في تركيا. نعم يعني كما تعلم ان الرئيس أردوغان لما بات في موقف حرج بعد تحقيقات الفساد والرشوة تحالف مع ضباط عسكريين كانوا اعتقلوا في اطار قضية أرجانيكون. فهؤلاء الضباط خرجوا بعد التحالف مع أردوغان من السجن وباتوا يسيطرون مجددا على أجهزة في الدولة، أجهزة مهمة في الدولة. يعني أردوغان هو خبير في التحالفات وتحالف مع ما يسمى بالدولة العميقة في تركيا ومع التيار الإسلامي وانتدابه في العالم الإسلامي. نعم سيد محمد، كنت أقرأ منذ قليل خبر أوردته صحيفة تاكز شبيكر الألمانية وتقول أن حرية التعبير في تركيا تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، هل تتفق مع هذا الرأي خصوصا أن تركيا حاليا تعد من أعلى الدول في العالم من حيث حبس الصحفيين واعتقالهم؟ يعني الآن أصبحت تركيا للأسف أكبر سجن ليس للصحفيين فقط وإنما للأكاديميين حتى لعامة الناس. هناك السجون التركية حاليا تضم أكثر من 18,000 سيدة وأكثر من 700 طفل وأكثر من 200 صحفي. وأريد أن أنبه إلى هذا، هؤلاء الصحفيون المعتقلون هم صحفيون يحملون بطاقة صفراء، بطاقة صفراء صحفية، وهناك كثير من العاملين في مجال الصحفي ولا يحملون بطاقة صفراء. نعم ولا يتم يعني حسابهم ضمن الصحفيين ورغم ذلك هم معتقلون في تركيا. على كل احوال السيد محمد عبيد الله المحلل السياسي التركي، شكرا جزيلا لك، حدثتنا عن الاوضاع السياسيه والاقتصاديه في تركيا.